التي ترتكبها الدولة التركية ضد الشعوب عامة وشعوب شمال وشرق سوريا خاصة هي وصمة عار على جبين الإنسانية وكل الدول والمجتمعات التي تدعي إنها ترعى حقوق الإنسان، لأنها تحصل تحت مرئي ومسمع الجميع دون أن يحرك أحد ساكنا. إن صمتكم على هذه الانتهاكات والجرائم يجعلكم شركاء في المآسي التي يعاني منها المدنيون الأبرياء. لم تكتفي الدولة التركية بكل هذه الجرائم، بل سلطت أنظارها نحو مزارات الشهداء التي تضم الآلاف من أبنائنا الأبطال الذين ردعوا الإرهاب مئات المرات. وكان أول مزار دمرته دول الاحتلال هو مزار الشهيدة أفستا خابور في أرضنا الحبيبة عفرين، ومزار الشهداء في تل أبيض كرسبي، ومزار الشهداء في رأس العين سركاني. وها هي اليوم قامت بتدمير مزار الشهداء في مدينة آمد ليجا. بهذا العمل المخزي تحاول وتسعى دول الاحتلال لإضعاف معنوياتنا وإهانة قيمنا بتدمير مزارات شهدائنا التي هي رمز كرامتنا ومنار الدرب الحرية المنشودة. فهي لا تعلم بأن هذه الأعمال ستزيد من إصرار على مقاومة هذه الأعمال الشنيعة المخزية، حيث أن الدولة التركية تريد أن تعيد أمجادها وإمبراطوريتها العثمانية بهذه الأعمال. إننا عوائل الشهداء في مدينة الرقة وعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا خرجنا من كل مكان بمسيرتنا وتنديداتنا، مطالبين المجتمع الدولي أن يوقف دولة الاحتلال عن عملها الشنيع ضد مزارات أبنائهم. ونحمل النظام التركي ورئيسهم المعتوه أردوغان كل الجرائم التي قام بها ضد شعوب المنطقة والشرق الأوسط واستخدامه الأسلحة المحرمة دوليا ضد السجون والمخيمات التي تحوي عائلات فروا هاربين من ظلم داعش تحت صمت وتجاهل قاتل من قبل المجتمعات الدولية. وها نحن اليوم نطالب هذا المجتمع الدولي مرة ثانية بإيقاف ما تجعله دولة الاحتلال ضد مزارات شهدائنا وشعوبنا في شمال وشرق سوريا بالروح بالدم. نبديك هذا